نروح بقى لان يعني النهارده والجزائر ولما يجي نتكلم طب ليه ضحكت؟ ده انا لسه ما سالتش السؤال. لا 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 صعب. احنا عندنا ملفات كتير. لا نخش بقى على النهارده لان مباراه مهمه وفي فكره برضو انا مش عارفه سببها ايه، فكره تصدير الخوف قوي من المباراه النهارده. احنا بنتكلم في 8 او 9 لعيبه يعني دوليه في الجزائر مش هتكون موجوده، دي حاجه. الحاجه الثانيه انا كمصر برضو انا المفروض اكون مستعده جدا وعندي كراش تصريحاته مطمئنه الى حد كبير جدا. ادائي لو قارنت بلبنان مثلا والسودان هل ده يخليني استشف اللي جاي عامل ازاي ولا مربوطش؟ يعني خلينا نفهم من حضرتك. لا هو طبعا يعني القلق ملوش مبرر على الاطلاق. يعني احنا طبعا في مرحله دور المجموعات وتاهلنا مع الجزائر، والجزائر فريق محترم وبطل افريقيا وله ثقل يعني لحد كبير. فطبعا احنا كمان يعني لازم نكون عندنا ثقة في أنفسنا كافية يعني، وده اللي أنا حاسه في التوقيت الحالي. يعني كروش وضع كل لعيبة منتخب مصر في تحدي مع أنفسهم، كل لعيب النهارده بصراحة فعلا بيتحدى نفسه. أنت يعني مالكش مكان ثابت، يعني مفيش مكان ثابت ليك يا فلان، تواصل التحدي مع نفسك وافرض نفسك ودي فرقتك هتشوف انت لان جمهورك جمهور منتخب مصر هو اللي بيقيم في الاخر. يعني مع احترام الاعلام طبعا هو التقييم من الجمهور، راضي عن المنتخب ولا مش راضي، راضي عن لعيب فلان ولا مش راضي. فطبعا اللي احنا شايفينه في الفتره القصيره اللي مسكها كروش بيقدم لنا عناصر جديده، ده شيء جيد جدا. يعني ان انا النهارده يبقى عندي زخم من اللاعبين الجاهزين لمنتخب مصر ده شيء مميز، لان طبعا الفتره الجايه مشحونه بالالتزامات الدوليه.